من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين ولعنه الله على اعدائهم اجمعين الى يوم الدين كلامنا في باب خلق ابدان الائمه وارواحهم وقلوبهم عليهم السلام من كتاب الكافي الشريف. هذا الباب يتضمن كيفية خلق الله سبحانه وتعالى للأئمة. وأيضا يتضمن كيفية خلق الله لسائر الناس. وحاصل أحاديث هذا الباب أن الله سبحانه وتعالى خلق نورا من عظمته. نور يدل على عظمة الله سبحانه وتعالى. ومن ذلك النور خلق أرواح رسول الله صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام. ثم بعد ذلك خلق الجنة تحت العرش، والجنة درجات، وجنان، أفضل الجنان العليون، ومن أعلى عليين، خلق أبدان الأئمة، يعني خلق أجسامهم. أبدان الرسول والأئمة عليه وعليهم الصلاة والسلام ومن أدون من أعلى عليين خلق أرواح الأنبياء ومن منطقة أدون في عليين خلق أرواح المؤمنين فلذلك تجد ارتباطا معنويا بين الرسول والائمه من جهه وبين المؤمنين من جهه اخرى. المؤمنون يحنون الى الرسول والائمه. والرسول والائمه يحبون المؤمنين. هذا لاجل ارتباطهم في الخلق. ابدان اولئك الائمه والرسول خلقت من اعلى عليين وارواح المؤمنين خلقت من عليين لكن من مرتبه ادوان فهذه الارواح مع هذه الاجسام من منطقه واحده قد خلقت ولذا تجد الحب والحنين بينهم واما المنافقون واعداء الرسول والائمه فخلق ارواحهم واجسادهم خلقت من سجين سجين منطقه في نار جهنم فلذلك هؤلاء يبغضون الرسول والائمه و المؤمنين. وأما المستضعفون فهؤلاء خلقوا من تراب لا هو من عليين ولا هو من سجين، وتفصيله سيأتي. هسه هنا سؤال: إن الله سبحانه وتعالى عادل حكيم. فكيف ينسجم خلق المؤمنين من عليين ومصيرهم الى الجنه وخلق المنافقين والكفار المعاندين من سجين ومصيرهم الى النار كيف ينسجم هذا مع العدل ومع الاختيار إذا واحد جبري ماكو مشكلة معه يقول الله سبحانه وتعالى أراد أن يدخل هؤلاء في النار، فأجبرهم على الكفر، فأدخلهم النار، وأراد إدخال هؤلاء في الجنة، فأجبرهم على الإيمان، فأدخلهم في الجنة، لكن هذا ينافي العدل، والله سبحانه وتعالى عدل. حكيم لا يعاقب على الأمر غير الاختياري إذا واحد مو باختياره يرتكب المعاصي هذا ليس من العدل عقابه يعني أفرض واحد مقيدين بالسلاسل ويوجرون الحرام في حلقه يعني يفتحون حلقه يلقون الحرام في حلقه هذا يعاقب على اكله او شربه الحرام بغير اختياره، هذا ما له معنى، هذا خلاف العدل، وكل انسان بفطرته يدرك ذلك. لكن المجبره عطلوا فطرتهم، بل عطلوا عقولهم. العادل كيف ينسجم مع هذا؟ الجواب على ذلك. ان الله سبحانه وتعالى ازلا من الازل كان يعلم بان فرعون سيختار الكفر بسوء اختياره مو هو مجبور لكن بسوء اختياره سيختار الكفر ومؤمن ال فرعون بحسن اختياره سيختار الايمان مو مجبور لا هذا مجبور لا ذاك مجبور الله سبحانه وتعالى لانه يعلم ان فرعون يختار الكفر بسوء اختياره خلق من سجين لانه لا خلق من عليين معنى ذلك انه هو هذا الانسان من عليين لكن بسوء اختياره سيختار الكفر وسيكون في النار وإدخال طينة عليين في النار هذا خلاف الحكمة مثل واحد يجي يلقي درة أو جوهرة أو ياقوتة يلقيها في الكنيف مكان القاذورات هذا خلاف الحكمة نقول لما كان الدرة مكان الياقوت ليس في القاذورات ليس في الكنيف واذا واحد جاب بعره مثلا ووضعها في مكان المجوهرات يعني خلاها في قلاده على جيد فتاه بعره هذا خلاف الحكمه اذا الله سبحانه وتعالى كان يخلق فرعون من طينه عليين وهي طينة من أعلى مناطق الجنة هذا ما كان يأثر في اختيار فرعون الكفر والنتيجة أن طينة عليين لازم كانت تروح للنار لأن فرعون مصيرة إلى النار هذا مثل إلقاء الياقوتة في الكنيف خلاف الحكمة ولو كان الله سبحانه وتعالى يخلق مؤمن آل فرعون من طينة سجين لكان يختار الإيمان بحسن اختياره وكان مصيره الجنة لكن معنى ذلك شنو هو؟ انه طينة سجين طينة النار تكون في الجنة مثل بعرة تكون في قلادة على جيد فتاة هذا خلاف الحكمة فحكمة الله سبحانه وتعالى طابقت عدله لأن ماكو تناقض في صفات الله سبحانه وتعالى عدل الله أن يجازي كل إنسان على ما اختاره وحكمته ان يوضع كل شيء في موضعه. طينة سجين خلاف الحكمة تكون في الجنة. طينة عليين خلاف الحكمة تكون في النار. فلذا عدله طابق حكمته، فلذا خلق بحكمته وتصرف بعدله. هذا موجز ما يرتبط باحاديث هذا الباب. الحديث الأول من أحاديث هذا الباب عن أبي عبد الله الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام قال: إن الله خلقنا من عليين، وخلق أرواحنا من فوق ذلك، وخلق أرواح شيعتنا من عليين، وخلق أجسادهم من دون ذلك، فمن أجل ذلك القرابة بيننا وبينهم، وقلوبهم تحن إلينا. (عليين) عليٌ، هذا صيغة مبالغة، فعيل من صيغ المبالغة، نقول مثلاً شرير، سكير، مثلاً، علي مبالغه في العلو ومعناه ارتفاع بعد ارتفاع الى ما لا حد له كما في مقاييس اللغه والله سبحانه وتعالى في القران الكريم يقول كلا ان كتاب الابرار لفي عليين وتفسير وتاويل هذه الايه بخلق أرواح الأبرار وأجساد الأئمة من عليين، وتفصيله سيأتي إن شاء الله حول هذه الآية الشريفة. فيقول إن الله خلقنا من عليين، يعني خلق أجسادنا. وخلق أرواحنا من فوق ذلك. ذلك النور اللي سيأتي في الأحاديث القادمة هذا أعلى من الجنة، لأن الله سبحانه وتعالى فضل بين كل شيء في المخلوقات. فضل الأنبياء بعضهم على بعض، فضلنا بعض النبيين على بعض. فضل بعض الناس على بعض في العلم، في الجسم، في الإيمان وفي غير ذلك. حتى الأجسام المادية تشوف شيء ذهب وشيء حديد مثلا شيء تراب في الفواكه ونفضل بعضها على بعض في الاكل فالله سبحانه وتعالى خلق الجنه، الجنه درجات لانه هي مو جنه واحده جنان متعدده جنه الخلد، جنه الفردوس، وما الى ذلك من اسماء مذكوره في القران الكريم لان جنان متعدده وحتى الجنه الواحده فيها درجات، انت تدخل في مدينه واحده تشوف بيوت، بيت قصر وبيت كوخ، مع انهم في مدينه واحده، حتى في القصر حينما تدخل تشوف مكان اجمل من مكان، احسن من مكان، وهذا من الحكمه. اختلاف الدرجات. فأرواح الأئمة خلقه من فوق الجنة. في أحاديث أخرى أن الله سبحانه وتعالى خلق نورا من عظمته. يعني هذا النور منسوب إلى عظمة الله سبحانه وتعالى، يدل على عظمته. لأن مخلوقات الله مختلفة بعضها اعظم من بعض الآيات ايضا كذلك فأراه الآية الكبرى اكو آية اكبر من آية فهذا النور الله سبحانه وتعالى خلق منه ارواح الأئمة اللي هو اعلى من الجنان ومن عليين من اعلى عليين خلق اجسام الائمه عليهم الصلاه والسلام. هذا بالنسبه اليهم. وخلق ارواح شيعتنا من عليين، ارواح الشيعه المؤمنين خلقها الله سبحانه وتعالى من عليين، لكن من درجات ادنى من الدرجه اللي خلق منها ابدان الأئمة فأبدان الأئمة أفضل من أرواح المؤمنين وخلق أجسادهم من دون ذلك يعني من منطقة أدنى من عليين هسه في أحاديث أخرى يأتي من جنان أخرى بعد ذلك الإمام يقول فمن أجل ذلك يعني لآجل كون مادة أبدان الأئمة من عليين ومادة أرواح المؤمنين من عليين. فمن أجل ذلك القرابة بيننا وبينهم. يعني الأئمة يحبون الشيعة والشيعة يحبون الأئمة. مو قرابة في النسب لا قرابة في القلوب وفي المحبة. لان القرب قد يكون قرب مادي وقد يكون قرب معنوي القرب في النسب قرب مادي هذا ولد هذا او هذان يجتمعان في اب واحد الاب ولد الابن فبينهما قرابه جسمانيه الاخ مع اخيه ولدهما اب واحد او ام واحده فاجتمعا في اب او ام فصارت أيضا قرابة جسمانية لكن قد لا تكون قرابة جسمانية قرابة معنوية يعني مثلا المؤمن قريب إلى الله سبحانه وتعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب شنو هذا القرب هل قرب مكاني لا الله ليس بالجسم ليس في مكان ليس قريب ولا بعيد من شيء نسبة الأشياء كلها بالنسبة إلى الله سبحانه وتعالى نسبة واحدة. كلها مخلوقات لله. فشنو هو القرب؟ القرب المعنوي. فلذا يقول: فمن أجل ذلك القرابة القرابة بيننا وبينهم، يعني قرب معنوي. الأئمة يحبون المؤمنين. وقلوبهم تحن إلينا، الله سبحانه وتعالى في القرآن ينقل عن إبراهيم: يقول: فاجعل افئده من الناس تهوي اليهم. وفي الروايات تفسير الايه بالمحبه لصفوه الذريه وهم محمد واله عليه وعليهم الصلاه والسلام، فاجعل افئده من الناس تهوي اليهم. ربنا اني اسكنت من ذريتي. بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم يعني إلى هذه الصفوة من الذرية بكل الذرية هذا الحديث الأول وأما الحديث الثاني فأيضا عن الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام قال سمعته يعني الراوي يقول ان الله خلقنا من نور عظمته ثم صور خلقنا من طينه مخزونه مكنونه من تحت العرش لان عليين هذه الجنه هي تحت العرش مباشره فاسكن ذلك النور فيه فكنا نحن خلقا وبشرا نورانيين لم يجعل لأحد في مثل الذي خلقنا منه نصيبا، وخلق أرواح شيعتنا من طينتنا، وخلق أبدانهم من طينة مخزونة مكنونة أسفل من تلك الطينة، ولم يجعل الله لأحد في مثل الذي خلقهم منه نصيبا إلا للأنبياء، ولذلك صرنا نحن وهم الناس وصار سائر الناس همج للنار وإلى النار هذا الحديث أيضا مضمونه قريب لمضمون الحديث السابق مع شيء من التفصيل خلق الأرواح من نور عظمته ثم صور خلقنا من طينة مخزونة مكنونة من تلك من تحت العرش النور هذا ليس له صورة خاصة احنا نشوف النور ما له صورة خاصة هذا النور المادي الذي نراه وتلك الانوار كذلك لذا في الحديث الشريف في حديث اخر اشباح نور الله سبحانه وتعالى خلقهم من نور خلق ارواحهم ثم خلق ابدانهم فاسكن تلك الارواح في تلك الابدان ولتلك الابدان صورة ولذا يقول ثم صور خلقنا من طينة مخزونة مكنونة من تحت العرش الله حفظها لان اعلى عليين هاي منطقة لا يصل اليها احد هاي منطقة عظيمة جدا في أحاديث المعراج بيان أن رسول الله صلى الله عليه وآله ذهب مع جبرائيل، وجبرائيل كان مع الرسول صلى الله عليه وآله إلى أن وصل إلى منطقة توقف جبرائيل. جبرائيل قال هذا حدي بعد، ما أقدر أروح أكثر. ولو تقدمت أنملة لاحترقت. هاي قابليتي، والرسول محمد صلى الله عليه واله ذهب إلى حيث شاء الله سبحانه وتعالى. فهاي المنطقة اللي هي أعلى عليين، مخزونة مكنونة من تحت العرش. فأسكن ذلك النور فيه، لأنه كما ذكرنا الأنبياء والأئمة وسائر الناس. هؤلاء وجودهم وخلقهم مركب. المجرد عن المادة الذي لا تركيب فيه هو الله سبحانه وتعالى، الله مو مركب. إحنا كل إنسان مركب. أولاً من جسم وروح. والجسم أيضاً مركب، أعضاء وجوارح. وكل عضو أيضاً مركب. إلى أن يروح إلى الخلية، وإلى أن يروح إلى الذرة، والذرة هي مركبة أيضاً. لحد الان العلم وصل الى ذرات الى اجزاء الذره، وبعد ذلك لعله ايضا هذه الاجزاء مركبه، ولعل العلم سيصل الى ذلك. كل شيء مركب. كل شيء مادي. الشيء غير المادي، يعني المجرد عن الماده، هو الله سبحانه وتعالى. ما عندنا مجرد غير الله. اكو بعض الفلاسفه يقولون ان هناك مجردات مثلا العقل مجرد، النفس مجرده، الروح مجرده، ولكن هذا كلام ليس له دليل بل الروايات تدل على خلاف ذلك، لان كل مخلوق هو مادي والشيء الذي ليس بمادي هو الله سبحانه وتعالى، نعم الماده درجات، ماده لطيفه عندنا كالملائكة مثلا والروح هذه مادة لطيفة وعندنا مادة كثيفة هذه الاجسام التي نحس بها ونشاهدها على كل حال فالانبياء والائمة مركبون من شنو؟ الائمة من ذلك النور اللي خلق روحهم منه ومن هذه الابدان اللي هذه الابدان من تلك الطينه من طينه مخزونه مكنونه من تحت العرش فاسكن ذلك النور فيه فكنا نحن خلقا وبشرا نورانيين الامام يقول احنا مو الهه لا نحن مخلوقات لله سبحانه وتعالى لكن مخلوق فضله الله سبحانه وتعالى على سائر المخلوقات قل إنما أنا بشر مثلكم أنا يعني بشر يعني أنت عندما تشوف الرسول صلى الله عليه وآله بشر من لحم وعظم ودم لكن يوحى إليه لكن الله سبحانه وتعالى اصطفاه الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس مثل ما افرض واحد مهندس بناء مثلا معمار يجي ومن تراب يصنع اللبنات ويبني بيتا ثم يجصص ذلك البيت ويصبغه، تشوف انت بيت او ياتي من افضل الاحجار من الرخام يبني بيتا ثم يجصص ثم يصبغ انت تشوف هذا بيت مثل هذا بيت هذا من عناصر الارض هذا هم من عناصر الارض لكن هذا وين ذاك وين تشوف قصر وتشوف كوخ شنو الفرق بين القصر والكوخ هذا من مواد الارض وذاك من مواد الارض لكن هذا من المواد اللي هي افضل وذاك من المواد اللي هي عاديه فكنا نحن خلقا يعني مخلوقين وبشرا مؤاله احنا لا تتصور احنا آله لا تصير مثل النصارى شافوا عيسى عنده معاجز فما تحملوا قالوا هذا الله بعضهم لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم البعض قالوا انه ابن الله لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثة وهم ما يدرون اصلا معنى كلامهم شنو؟ عيسى الله او هو ابن الله هو واحد في عين الواحد هو ثلاثه شنو معناه اصلا هذه امور اصلا حتى كبارهم لا يعرفون معناها. كفريات لا معنى لها. الامام يقول فكنا نحن خلقا وبشرا لكن نورانيين يعني من نور عظمه الله من طينه الجنه. لم يجعل الله لم يجعل لأحد في مثل الذي خلقنا منه نصيبا سائر الناس لم يخلق لم تخلق أرواحهم من ذلك النور اللي هو من نور عظمة الله لم تخلق أجسادهم من أعلى عليين وخلق أرواح شيعتنا من طينتنا يعني من عليين ومن أعلى عليين لا من أسفل والمؤمنون أيضا يختلفون تشوف واحد مؤمن كأبي ذر كسلمان وشوف واحد مؤمن عادي مؤمن بس مؤمن عادي هؤلاء أيضا درجات درجاتهم في الجنة تختلف ودرجات طينتهم تختلف يعني افرض مثلا عليين ألف درجة مثلا من أعلى تلك الدرجات خلق أجساد الأئمة. بعدين من درجات من درجة 900 خلق هذا المؤمن، من درجة 800 خلق ذلك المؤمن، من درجة 700 خلق ذلك المؤمن، إلى توصل من أسفل الدرجات. بعد ذاك لأبسط المؤمنين مثلاً، اللي منزلته في الجنة تكون أدنى الدرجات. "ولم يجعل الله لأحدٍ" في مثل الذي خلقهم منه نصيبا وخلق ارواح شيعتنا من طينتنا وابدانهم خلقها من طينه مخزونه مكنونه اسفل من تلك الطينه، اما اجسامهم لم تخلق من عليين من جنان اخرى اللي سياتي تفصيلها لان الروح اشرف من الجسم ولم يجعل الله لاحد في مثل الذي خلقهم منه نصيبا الا للانبياء، الانبياء ايضا خلق ارواحهم واجسادهم من عليين اعلى من درجه المؤمنين. يعني الائمه ارواحهم خلقت من نور عظمه الله. ابدانهم خلقت من اعلى عليين. الدرجه اللي بعدهم الأنبياء غير الرسول محمد صلى الله عليه وآله لأن الرسول محمد هو أفضل الكل سائر الأنبياء خلقوا من درجة ثانية من عليين خلق أجسادهم وأرواحهم بعدئن تجد درجات الأخرى خلقت منها أرواح المؤمنين ولم يجعل الله لأحد في مثل الذي خلقهم منه نصبا إلا للأنبياء ولذلك صرنا ونحن وهم الناس الله سبحانه وتعالى حول الكفار ماذا يقول اولئك كالانعام بل هم اضل الانسان الواقعي الذي له الانسانيه هو الانسان المؤمن اما الانسان المعاند الكافر هذا صوره صوره انسان لكن حقيقته حقيقه بهيمه بل اضل من البهيمه لان البهيمه هكذا خلقها الله لكن المعاند الله سبحانه وتعالى خلقه ليؤمن لكن بسوء اختياره يعصي فيكون اسوا من الانعام اولئك كالانعام بل هم اضل ولذلك صرنا نحن وهم الناس يعني الذين يستحقون اطلاق اسم الانسانيه عليهم، وصار سائر الناس همج في مقاييس اللغه الهمج البعوض، ويقال لرذال الناس، الهمج تشبيها، بعض اللغويين يقولون الهمج الذباب الصغير وصار سائر الناس همج للنار والى النار، هؤلاء بسوء اختيارهم اختاروا النفاق، اختاروا الكفر، فمصيرهم الى النار، والله سبحانه وتعالى لعلمه بذلك خلقهم من سجين، فهم من النار، لأن السجين منطقة في النار، كلمة مشتقة من السجن. كلا إن كتاب الفجار لفي سجين للنار وإلى النار، خلقوا من سجين ومصيرهم إلى النار لكن بسوء اختيارهم، وأما صائر الأحاديث في هذا الباب إن شاء الله سنتلوها في حلقة قادمة، هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.